وأخونا الربيع الله يهدينا وإياه بيروح بيألف رسالة وبيقول إيش بيجوز الاستعانة بالكفار في محاربة إيش الملحدين، هاي كمان مصيبة أخرى. وأخونا الربيع الله يهدينا وإياه بيروح بيألف رسالة وبيقول إيش بيجوز الاستعانة بالكفار في محاربة إيش الملحدين، هاي كمان مصيبة أخرى. أنا أخشى ما أخشى، شو الفرق بين حزب البعث العراقي وحزب البعث السوري؟ ألفنا رسالة في محاربة المسلمين العراقيين، وأقولها صراحة على جرم ومجرم، لكن على كل حال هم مسلمون وليسوا بعثيين، إنما البعث هو الحاكم كالشعب السوري. هل أنا منه؟ هل أنا بعثي؟ هل الألوف بل الملايين من السوريين هم بعثيون؟ لا والله، لكن الحكام دول بعثيون. فما الفرق بين إجازة الاستعانة بالأمريكان والبريطان وهم ألد أعداء المسلمين، وفي هؤلاء الذين استعانوا بهم حزب البعث السوري؟ طيب ما الفرق بين حزب البعث السوري وحزب البعث العراقي؟ الحقيقة ليس هناك استعانة من السعوديين للسعوديين ولا بأمريكا، ولكن ذلك ما فرض عليه فرضا. وإن فرضنا بأن السعوديين قالوا دخلك يا بوش أغثنا من حزب البعث، فبوش فرض انه لازم يكون الجيش المصري والجيش السوري عشان يظهر امام العالم الاسلامي انه هذا ليس اعتداء امريكيا، هاي الجيوش العربية متقاتل مع الجيش الامريكي والبريطاني. فاذا كيف يؤلف رسالة ستسطر ما شاء الله الى سنين طويلة في جواز الاستعانة بالأمريكان والبريطان لمحاربة الجيش العراقي، خلي دائما تصير الحزب البعث الكافر كالجيش السوري، بل الجيش السوري يمثل حزب البعث أكثر من الجيش العراقي، لأن الجيش السوري مؤلف من علويين من إسماعيليين، أما الجيش العراقي لا شك فيه كثير من البعثيين، لكن هو كشعب يا سني يا شيعي، فمتناقضات المقصود بها تبرير هذا الواقع نسأل الله أن يكشف الغمة عن الأمة، وليس لها من دون الله كاشفة. ولذلك نحن كنا ولا نزال، والحمد لله على ذلك، نحن بين حجري الرحى. حينما ننكر استعانة السعوديين بالكفار نصبح عدوا للسعوديين، ونحن معهم على الأقل في التوحيد. وحينما ننكر على تشييد اسمه هذا صدام وأن تغير وصلوا حاله إلى آخره، يقول تريثوا، هذا رجل قضى نحو 20 أو ربع قرن من الزمان ويفرض حزب البعث على المسلمين هناك وأحكامه، وكثير من المسلمين الصالحين قتلوا. فنحن ما أشفقنا على حزب البعث، إنما أشفقنا على الشعب العراقي، وها أنتم الآن ترون آثار الاستعانة بالكفار ماذا أصاب الشعب العراقي، وها أنتم الآن ترون آثار الاستعانة بالكفار ماذا أصاب الشعب العراقي من التمزق والتفرق، حيث أصبح الأمريكان جنوب العراق وشمال العراق، والله أعلم أيضا متى يخرجون من هناك. فنسأل الله عز وجل أن يرحم عباد المسلمين وأن يلهمهم الرجوع إلى الدين على الفهم الصحيح.
وأن لا يتعصبوا لحاكم وأن يعطلوا كلمة شاعت في العصر الحاضر، ولي الأمر هكذا يريد على الفهم الصحيح، وأن لا يتعصبوا لحاكم وأن يعطلوا كلمة شاعت في العصر الحاضر، ولي الأمر هكذا يريد. ولي الأمر من هو؟ هو عمر بن الخطاب، هو رجل من الناس. ولي الأمر هذا واجب عليه من قديم أن يشكل مجلس شورى، وهو أحوج إلى هذا المجلس من عمر الخطاب. عمر الخطاب لو كان يريد أن يعتد برأيه وبشخصه وبعلمه، وبخاصة بعد أن سمع تلك الشهادة ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إيهم يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، كان هو بيستقل انفعل لا تنفعل انفعلوا اجموا وامسكوا إلى آخره. لكن لا، هو يعرف كما أنزل الله على قلب محمد عليه السلام وشاورهم في الأمر، ورسول الله أولى بأن لا يشاور. أفضل عن عمر، عمر أولى أن يشاور من الرسول، ورسول أولى من عمر أن لا يشاور، لأنه ما يتكلم إلا بوحي السماء، ولكن جعلها قاعدة شرعية أبدية، وأمرهم شورى بينهم، جعلها قاعدة شرعية أبدية وأمرهم شورى بينهم. فكل دولة مسلمة تدعي بأنها تحكم تحكم شريعة الله وتحكم بما أنزل الله، قبل كل شيء يجب أن يكون لديها مجلس شورى. فكل دولة مسلمة تدعي بأنها تحكم تحكم شريعة الله وتحكم بما أنزل الله، قبل كل شيء يجب أن يكون لديها مجلس شورى. هذا المجلس يجب أن يكون فيه نخبة العلماء، أولا علماء في الشرع، ثانيا علماء في كل العلوم اللي بحاجة لهذا المجتمع، إن كان مثلا اقتصاد، إن كان اجتماع، إن كان سياسة، إن كان جيش إلى آخره. هذا المجلس إذا طرأ على البلاد الإسلامية طارئ يستشار، بعد ذلك يقال رأى ولي الأمر كذا. أما ولي الأمر ما استشار، قيل له فعل كذا فعل، ثم يفرض على أهل العلم أن يبرروا وأن يسوغوا هذا الواقع، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا. ثم يفرض على أهل العلم أن يبرروا وأن يسوغوا هذا الواقع، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا. طيب الشيخ أمان، في حول التساؤلات هنا، في عندكم هيك تساؤلات؟ طيب الشيخ أمان، في حول التساؤلات هنا، في عندكم هيك تساؤلات؟ من أحيان أنه لعله متصل من بعض الجهات الحكومية هناك، الله شيخ، يعني نعرف الشيخ محمد أمان بعقيدته السليمة، لكن يمكن أنا همانك يا هذا كل اللي يعني كتبوا وأيدوا، هذه ما لها علاقة بالعقيدة، هذا له علاقة بالاجتهاد. قصدي يمكن الشيخ يعني ألفاظه شديدة، يعني ألفاظ الشيخ شديدة يمكن في الرد. تكلم مع الشيخ ربيع حول الرد، يعني قال شديت مع شيخنا الشيخ ناصر، فبلغ أن الشيخ قال يعني هذه إفريقيتي بالنسبة للشيخ محمد أمان. وهو اعتبر في مجلس يعني سبقنا جمع الناس، قال الشيخ يعني ناصر من مشايخنا، وبعض الألفاظ كان ورد في ما نقصد جاء الشيخنا من رد عام، واستغلت بعض الصحف يعني توجيه الكلام، بحيث مثلا يذكرون ذم مثلا الشيخ ناصر ثم يأتون بالمدح في أبو غدة في نفس الصفحة. يا الله يا منيلة، سبحانك اللهم وبحمدك، يا منيلة.